أهلا بحضراتكم من جديد إلى تطورات المشهد اليمني. قتل القيادي البارز فيما تعرف بميليشيات الحوثي صالح الصماد وعدد من مرافقيه في غارة للتحالف العربي غربي اليمن. وقال بيان لما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى لميليشيات الحوثي والذي كان يترأسه صالح الصماد إن الأخير قتل في غارة للتحالف على محافظة الحديدة الخميس الماضي، مضيفا أنه تم اختيار مهدي المشاط رئيسا للمجلس خلال المرحلة المقبلة. وقد اعتبرت الحكومة الشرعية اليمنية مقتل الصماد ضربة قاسمة لميليشيات الحوثي. أما زعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي فقال إن صالح الصماد قتل بثلاث غارات للتحالف مع ستة من مرافقيه في شارع الخمسين بمحافظة الحديدة شمال غربي اليمن. وفي كلمة له تعليقا على مقتل الصماد حمل زعيم الحوثيين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مسؤولية مقتل الصماد داعيا مؤيديه في تشييع جثمانه. وتوعد الحوثي في كلمته بأن مقتل الصماد لن يمر دون محاسبة بحسب تعبيره. كانت وسائل إعلام حوثية قد نشرت لقطات مصورة لزيارة قام بها الصماد لإحدى ورش تصنيع الأسلحة التابعة لميليشيات الحوثي. وقالت الوسائل إن الصماد تفقد آلية العمل في ورش تصنيع الطائرات من دون طيار والمدافع والذخيرة الحية والألغام المنوعة. وعقب نشر اللقطات أعلن المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين اليوم مقتل الصماد في غارة جوية قال إنها تعود إلى يوم الخميس الماضي. اللقطات التي نتابعها مع حضراتكم وقد بثتها قناة المسيرة الموالية لميليشيات الحوثي. الدكتور جمال باراس الكاتب والمحلل السياسي ينضم إلينا لمحاولة التعرف على تداعيات هذا الحادث. دكتور جمال، بشكل واقعي عمليات بحث، أي تداعيات مرتقبة لمصرع صالح الصماد؟ فقدنا الاتصال بالدكتور جمال باراس، لكن لا بأس أن نستقبل كذلك الأستاذ محمد قاسم نعمان من عدن العاصمة المؤقتة للدولة في اليمن، الآن رئيس مركز اليمن للدراسات. أي تداعيات مرتقبة لمقتل صالح الصماد؟ طبعا أولا لابد من الإشارة أنه مقتل صالح الصماد ضربة موجعة دون شك لأنصار الله، فيما إذا كان مقتله جاء نتيجة لبرضة من قوات التحالف. لكن هناك أيضا احتمالات أن يكون مقتله مرتبط بصراع خفي داخل ولم يعد صراعا خفيا. الصراع الدائر داخل ميليشيات الحوثي وأنصارهم على مدى العشرة أيام الفائتة، هناك اقتتال وإن كان اقتتالا مكتوما ليس اقتتالا بالأسلحة. هذا ورد، ولكنها أنا أقصد أنها خفية بالنسبة للرأي العام. نعم، ولكنها هي موجودة ومعروفة يعني ومتابعة ويتم متابعتها من خلال أطراف محددة يعني. ولهذا انا اقول انه وجود هذا الخلاف والصراع بين الجناح السياسي الذي كان الصمد يمثله والجناح العسكري الذي يصر على استمرار الحرب وعدم قبول التنازلات التي طرحها مبعوث الامم المتحده على اطراف الحرب والصراع، والتي يشعر الجناح العسكري لانصار الله انها ستفقدهم تحقيق مشروعهم الاستراتيجي الذي تدعمه ايران ويتعلق بالوضع في المنطقه. وشروط إيران في أن يرتبط وقف الحرب ووقف الحرب الدائرة في اليمن بالترتيبات النهائية في سوريا. نعم أستاذ محمد، هل تختلف التداعيات باختلاف الفرضيتين؟ الفرضية الأولى القائلة بأن التحالف العربي استهدف صالح الصماد، والفرضية الثانية القائلة بأنه قتل داخليا من قبل ميليشيات الحوثي، هل تختلف التداعيات باختلاف الفرضيات؟ طبعا تختلف التداعيات، ولكن هناك في اخبار كانت امس قد يعني اذيعت عبر التلفاز
تشير الى انه الصمد قام يوم امس في زياره لاحدى المواقع. نعم. فكيف يتم الان الاعلان انه قد قتل يوم الخميس؟ ليس بالضروره ان يكون البث بثا مباشرا، يعني ربما اللقطه بالفعل كانت مصوره في يوم الخميس عند تفقده لورشه تصنيع السلاح هذه، ومن ثم اغتيل يوم الخميس مثلا، اليوم الذي تحدثت فيه ميليشيات الحوثي عن مصرعه. ولماذا لا يكون قد قتل يوم امس واعلن اليوم عن مقتله وربط بحادث التفجيره او الضربه اللي حصلت؟ يعني يستشعر من كلام حضرتك مباشرة أستاذ محمد بأنك ترجح الفرضية الثانية القائلة بأن ميليشيات الحوثي اغتالت أحد قياداتها وليس التحالف العربي، وتقول بأن الترجيح ذلك مرده أن الإعلان جاء من قبل ميليشيات الحوثي وليس من قيادة التحالف العربي. أنصار الله حسب معرفتنا لهم هم يعني يقوموا بتصفية عناصر من داخل أنصار الله عندما تكون هناك خلافات بينهم بدرجة رئيسية بين الجناح العسكري والجناح السياسي. الجناح العسكري هو المسيطر وهو الذي لا يريد وقف الحرب، والصمد كان يمثل الجناح السياسي الذي عنده الاستعداد في التفاعل مع يعني الضغوطات الدوليه. فلهذا الجناح العسكري مرتبط مباشره بايران بالقياده الايرانيه، ولهذا هم لن يسمحوا بان يتم الخروج عن الاستراتيجيه او عن الخطط الاستراتيجيه التي وضعت من قبل ايران. اي فهم من ذلك الذي يمكن ان نخرج به من قبل ميليشيات الحوثي وطريقة أداءاتها إذا كانوا مع حليفهم السابق الرئيس المغدور علي عبد الله صالح بعدما تعاون معهم أو تعاونوا سويا قلبوا له ظهر المجن، والآن ربما ترجح فرضية أخرى تقول بأن ميليشيات الحوثي بذاتها اغتالت أحد قياداتها والسيد صالح الصمد، أي فهم من ذلك الذي يمكن أن نخرج به؟ سبق لأنصار الله أن كانوا وراء اغتيال الدكتور أحمد شرف الدين وهو كان رئيس المجلس السياسي أثناء مؤتمر الحوار، لانه الدكتور احمد شرف الدين كان يريد ان يوقع على المخرجات المتعلقه بالضوابط المتعلقه بمخرجات الحوار، فاذا بهم يغتالوه فجرا قبل ان يعني يصل الى مقر مؤتمر الحوار للتوقيع على ما تم الاتفاق عليه، وهو كان موجود وانا كنت موجود في هذا الاجتماع ووافق معنا في كل شيء ووعدنا انه سياتي الصباح للتوقيع، واذا بنا نسمعه فجرا في الصباح انه قد تم اغتياله. الاستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان منضما الينا من عدن، شكرا جزيلا لك. يعود الينا مجددا الدكتور جمال باراس الكاتب والمحلل السياسي اليمني. دكتور جمال، ثمة فرضيتان الان باتتا متنازعتان، الاولى تقول بان التحالف العربي استهدف صالح الصماد، والاخرى تقول بانه لا باس حتى من ترجيح فرضيه تقول بان ميليشيات الحوثي هي التي اغتالت الرجل. انا اعتقد ان الدخول في الفرضيتين يعني يجب ان احنا نوحد الرؤيه. المساله سواء كان قتلوا التحالف او قتلهم الحوثيين تم تصفيته داخليا، اذا كان قتلوا التحالف فهناك تسريب لمعلومه تواجده في مدينه الحديده. هذا التسريب اتى من احد العملاء المزدوجين الذين يعملون مع الحوثيين ومع التحالف العربي، وتم التسريب باشاره لانه في الحرب هذه مستمره منذ 3 سنوات وهناك ضربات جويه متكرره ومتعدده. هناك في الفتره او الخمس ايام الماضيه عمليات ناجحه لطائرات التحالف اغتالت واستهدفت عدد كبير، اولهم كان منذ 4 ايام عندما تم اغتيال قائد القوه الصاروخيه، ثم اغتيل ايضا قائد القوات البريه الحوثي، واليوم مقتل صالح الصماد. في كلتا الحالتين هناك خلاف كان معلنا وواضحا بين جناحي، صالح الصماد من جانب وهو يمثل الجناح القبلي في الحركه الحوثيه، والجناح العقائدي من محمد علي الحوثي وعبد الملك الحوثي الجانب الاخر. كان مصب الخلاف والسبب الرئيسي في هذا الخلاف هو نقطه رئيسيه، هو انهم وجهوا طلب الى صالح الصماد وتكلموا معه، وهناك اجتماعات اعتقد حضروها بعض الاشخاص الذين سربوا معلومات عن هذه الاجتماعات، يطلبون في هذه الاجتماعات من صالح الصماد ان يقوم بحشد القبائل وان ياتي بمقاتلين اضافيين، وان عليه ان يزور ويدور حول القبائل من اجل حشدهم في جبهات القتال. صالح الصماد حاول، ولكنه إذا كان حاول ولكن لم توجه نظر الذين اغتالوا أو ساعدوا في اغتياله لم تكن محاولات صادقة وجدية. صالح الصماد يكفي أن نطرح معلومة جديدة على المشاهدين، صالح الصماد كان على علاقة وثيقة بينه وبين علي عبد الله صالح، لدرجة أن صالح الصماد صمم أحد أولاده عفاش كنية لعلي عبد الله صالح. نعم. هذه العلاقة حتى لحظة اغتيال الرئيس المغدور دكتور جمال؟
ايوه نعم، اسم نعم. العفاش هذا هو اسم علي عبد الله صالح نعم. الذي يطلق عليه اسم البديله الخاصه به نعم. وصالح الصماد سمى ابنه لهذه التسميه فيها منذ حوالي سنه ونصف، وحتى ساعد علي عبد الله صالح بهذه التسميه، هو هناك علاقه وثيقه بينهم وبينه. يمثل صالح الصماد الجناح السياسي بالفعل، وهو الجناح الذي الان شعر بان هناك هزائم في الجبهات، وبالتالي لابد من التفاوض. صالح الصماد اختلف مع الحوثيين، وان كان هو رئيس المجلس السياسي، ولكنه كان يمثل الجناح الجبلي والسياسي في الحركه الحوثيه، والاختلاف الذي كان هذا يعني دكتور جمال، هذا يعني انهاء تقريبا لاي افق للحل السياسي داخل اليمن وترجيح الذهاب صوب مزيد من العسكره. انا اعتقد ان الايام القادمه ستشهد بالطبع تغيير. صالح الصماد اذا كان يمثل الجناح الجبلي وتم اغتياله او تم مقتله ايا كانت النتيجه، ولكن هذا يسحب جزء كبير من القوات. الانسحابات التي تتالت في عدد من الجبهات وانسحاب القبائل من مسانده الحركه الحوثيه، اعتقد ان هذا سيشهد تسارع في خلال الايام المقبله، وسيتزيد وتيرته اكثر واكثر. وهذا ما يؤكد هذه الفرضية أعتقد هو الأحداث حدثت منذ أيام، وأيضا ما تم عندما تم الإعلان أنه تم مقتله منذ يوم الخميس، وتم تكتم على الخبر 4 أيام في البيان، وأن كان البعض يؤكد أن هذا غير صحيح، ولكن إذا افترضنا أن هذا صحيح فالتأجيل في إعلان مقتله من قبل الحركة الحوثية هو يؤكد أنهم بالفعل كانوا يخشون، ولا زالت الفرضية قائمة من انسحابات كبيرة في الجبهات. أي قيمة على مستوى التراتبية داخل ميليشيات الحوثي الدكتور جمال يتمتع بها صالح الصماد؟ البعض يقول بأن هناك تهويلا حقيقيا من حجم الرجل حتى وإن كان مدرجا في المرتبة الثانية ضمن قائمة المطلوبين من التحالف العربي، لكن على مستوى الترتيب محمد علي الحوثي يأتي ما بعد عبد الملك الحوثي، وهناك أبو علي الحاكم، وهناك حتى مهدي المشاط الذي أتى ليخلفه وهو في التراتبية يبدو مقرب أكثر من عبد الملك الحوثي. يعني الآن نحن إذا تكلمنا على التراتبية، هو تراتبية الحوثيين هم للأسف أنهم ينظرون إلى الأمور نظرة سلالية، يعني ينظرون إلى الأمر أنه من يرتبط بنا ومن هو مرتبط بنسبنا وهو الأعلى درجة، يسمون هذولا زنابيل وهذولا جناديل. فالمسألة إذا كنا أخذناها بهذه التراتبية، ولكن نحن لنا بما هو مشاهد وهو ما هو موجود. صالح الصماد هو رئيس المجلس السياسي وتم مقتله، بالتالي نحن ننظر إليه أنه أحد كبار القيادات في الحركة الحوثية وتم مقتله. سواء كان تم مقتله أو اغتياله أيا كان، ولكن هذه تعتبر خسارة كبيرة للحركة الحوثية ولا بد من استغلالها. خسارة كبيرة على مستوى أن الميليشيات خسرت. أنا أعتقد أن الميليشيات خسرت أحد قياداتها، ولا خسارة من منطلق أن الرجل كما تقول يمثل الجانب القبلي، وبالتالي ربما يشكل ذلك انفضاضا لعدد من المقاتلين الذين كانت ميليشيات الحوثي تعاني عوزا وافتقارا لهم أصلا؟ الخسارة تمثل أولا أحد قياداتها الذي كان يمكن أن يحشد، والذي حشد هو فعليا كان له دور كبير في تحييد قبائل طوق صنعاء من الدخول في الصراع عندما تم اغتيال علي عبد الله صالح، عندما كان علي عبد الله صالح واعلن في خطابه انه يريد الحشد ضد الحوثيين، كان كثيرين يتوقعون ان قبائل طوق صنعاء ستقوم وستنتفض وستتبع علي عبد الله صالح، وخاصه وان علي عبد الله صالح من قبائل حاشد، والذين استنجد بهم والذين كانوا يساردهم والذين كانوا معه في السلطه شركاء هم هذه القبائل، ولكنهم لم يقوموا. هناك كثيرين برروا هذا لأن صالح الصماد التقى بهم وأقنعهم بأن هناك خيانة في الجبهة الداخلية من قبل علي عبد الله صالح، وأن نعم. عليهم أن يقفوا في الحياد، وإلا سيتم التصرف معهم أو قمعهم أو أيا كانت الوسيلة. شكرا جزيلا لك دكتور جمال براس، أعتذر منك على المقاطعة لضيق الوقت. الدكتور جمال براس الكاتب والمحلل السياسي اليمني منضما إلينا عبر الهاتف، معقبا على اغتيال صالح الصماد مقتله إثر غارة معلنة للتحالف العربي الخميس الماضي حسب ما جاء الإعلان من ميليشيات الحوثي هذا اليوم، لكن الفرضيتان ربما تكونان حاضرتان في هذا الظرف، مرتبطة إما باغتيال حقيقي للتحالف العربي في إحدى غاراته أو باغتيال داخلي من قبل ميليشيات الحوثي. وصلنا مع حضراتكم إذن إلى ختام هذه النافذة، الساعة الأولى من الإطلالة المسائية لأون لايف، مزيد من الأخبار عند رأس الساعة المقبلة بإذن الله.